حضرات الأخوات والإخوة صباح الخير، سعيد جدا باللقاء معكم، وبغيت بداية نشكركم جزيل الشكر على قيل هذاك اللايف ما بغيت نشكركم جزيل الشكر على حضور لهذا الندوة بشكل لا مشروط كالعادة وبصدق بشكل لا مشروط. راه انتم هو الطريق الوحيد لتبليغ صوت المعارضة للمواطنين، بحيث كاين واحد التشويش كبير على العمل اللي تقوم به المعارضة الوطنية في البرلمان اليوم. الحمد لله إذن صوتنا تيوصل بفضلكم وبشكل لا مشروط وغير مؤدى عنه، وهذا راه مهم جدا وللتاريخ. اليوم نجتمع لتسليط الضوء على مجموعة المواضيع والقضايا اللي تتعرفها يعني الساحة السياسية اللي تعيشها البرلمان. نطلقوا طبعا من قانون الماليات، قانون المالية اللي تيحمل رقم 3 في هذه الولاية، واللي جاء بمجموعة تاع الإجراءات لا شعبية ولا تخدم مصلحة المواطن البسيط والعادي بقدر ما تخدم المصلحة نتاع واحد يعني الطبقة معينة. اليوم قانون المالية يمكن عنده جوانب إيجابية، ولكن السؤال الكبير هو أن هذا المعيد السنوي المفروض يحمل فطياته الأمل، يحمل فطياته أجوبة على انتظارات المواطنين، ويحمل كذلك فطياته حلول للمشاكل العالقة. اليوم قانون المالية المفروض تكون فيه يكون فيه موضوع التشغيل حاضر بقوة، لا نجد ولو فقرة واحدة يعني تتهم التشغيل وتتوجد حلول. سمعنا يعني بعض الأمور اللي دخلت بخصوص مقاولة بعينها، واللي كان الدفاع باش ننزلوا يعني الرسم الجمركي من 40 ل 30% باش تبقى المقاولة واقفة على رجليها. نحن مع إجراءات بحال هادشي، ولاني لم نجد ولو إجراء واحد بخصوص المقاولة المغربية الصغيرة والصغيرة، بحيث ما بين العام الاخر وهذا العام ضاعت اكثر من 20,000 مقاوله. هذا العام دابا لحد الساعه حنا في تقريبا 7,000 مقاوله اللي غلقت البيبان ديالها، العام الاخر 12,000 ونايف. هذه ال 20,000 مقاوله تمنينا ما يجيش الاجراء اللي جا العام الاخر واللي تيقول اللي بغى يصفي مع المقاوله ديالو يخلص 5,000 درهم على كل سنه ونشطبوا له المقاوله. حنا تمنينا باش نصيبوا حكومه، لان اصلا هي راه ليبراليه، ولا بغينا نتكلموا على الدوله الاجتماعيه خصنا الرأفه بالمواطن، خصنا تخفيف الضرائب، خصنا عداله اجتماعيه ومجاليه. للاسف قانون الماليه كان عنده بعد محاسباتي ضيق، انطلقنا من المبلغ الاجمالي اللي كان خصو يتصرف وبدينا هالضرائب شحال يمكن لهم هكذا هكذا، ووصلنا لواحد الرقم معين. هذا الرقم مع الاسف نوقفوا عند جوج اختلالات على الاقل. الاختلال الاول هو ان العام الاخر تم الغاء اعتمادات كبيره بالملاير الدراهم كانت مخصصه لانجاز مشاريع، لان هذاك المشاريع ما انطبقتش او الفلوس ما كانوش الله اعلم. المسألة الثانية وكذلك مهمة وأساسية هو أن هذا الرقم الإجمالي نتاع المداخل ما عرفش يتغير ما بين السنة الأخرى وهذه السنة.
تقريبا نفس الرقم، ولكن تنصبوا بأنه الهاتف النقال تيتكلموا على 1,200,000,000 درهم. يعني كانت واحد العداد الإجراءات الضريبية باستثناء لا تي في اللي تنقصات شويه الدواء، وهذيك راه غنرجعوا لها، شي لاخر ما كاينش. اذا شنو هو هذا المشكل اللي وقع؟ باين على ان الحكومه خلات رقم المداخل هو باش تقولنا راه حققات هوامش، وفي وسط السنه تجيب جوج ثلاثه المراسيم اللي غتبرمج من خلالهم بشكل مباشر هذوك الهوامش. هذا امر بالنسبه لنا غير مقبول. المفروض ان تبقى المراقبه ديال البرلمان والتتبع نتاع الميزانيه. المفروض هو ان نجد، وهذا هو الحال اللي عايشينه دابا، ان نجد في قانون الميزانيه والماليه يعني تمويل كل الامور اللي بغينا. حنا جبنا تعديلات منها تنقولوا بانه المغرب في حاجه لتقديم القانون المالية تعديلي. رفض الأمر ولأن يبقوا تيجيو المراسم. المرسوم في حد ذاته راه قانون مالية تعديلي. ثم رفضت كذلك الحكومة مجموعة تاع التعديلات اللي جبنا العام الآخر في الفريق الحركي. هذيك لا تي في على الدواء ولو أنها راه مازال ما تحل المشكل بشكل نهائي، لأن الأدوية مثلا السرطان الله يستر اللي تتوب تبلغ الأثمنة ديالها 15,000 درهم، وفي هذه الحدود راه ما عرفت تغيير لا في الثمن لا والو. هذا تعديل عليين كنا جبناه في الفريق الحركي، الأدوات المدرسية تعديل جبناه في الفريق الحركي إلى غير ذلك. يعني مجموعة ديال التعديلات اللي جبنا العام الآخر ترفضوا، ولكن جابتهم الحكومة يعني في هذا قانون المالية. هذا تيدل على الجدية اللي تعاملنا بها مع القانون المالية. هذا العام جبنا 400 تعديل تقريبا في المعارضة. هذا 390 أو 400 تعديل تقبل منها يعني واحد العدد قليل جدا وبشكل بصراحة غير مقبول. حنا بالنسبة لنا أهم ما تقبل هو التخفيض نتاع، حنا كنا طامعين في الإلغاء نتاع الضريبة على القيمة المضافة. بالنسبة للنقل، واش المواطن ما تيصيب فين يركب النقل السري؟ حنا عارفين المزدوج حديتو على حراج. إذا تقبل هذا التعديل، حنا طلبنا إلغاء هذاك الضريبة على القيمة المضافة اللي بغى الدار على الماء والكهرباء. وتنقولوا وعكس ما قال البعض بان الاغلبيه تفاوضت مع الحكومه، هو المفروض الاغلبيه تتفاوض مع الحكومه قبل ما توضع الميزانيه. المفروض هو ان الميزانيه محيطة تقدم، راه معروف اللي جابها هو الحكومه. النهار فاش تقدمات هنايا خرجوا كاع الاخوات والاخوان وتنكنوا لهم طبعا احترام في الاغلبيه، وصفقوا للميزانيه وتسجيلات راه عندكم. ثم اللي طرحتوا عليهم سؤال هما تيقولوا بان هذه راه جات تتاكد وتثبت ركائز الدوله الاجتماعيه وتدعم الصحه وتدعم القدره الشرائيه الى اخره. مشينا للجنه كان نفس الحديث، وسرعان ما تغير الخطاب محيط جبنا هذاك الاقتراح اللي تنطلبوا من خلاله الغاء هذاك يعني الضريبه على القيمه المضافه اللي جابت الحكومه. وتضاربت الاقوال في تصريحات الحكومه ما بين ان هذا الضريبه على القيمه المضافه لن تغير شيء في تركيبه الاسعار كيف سمعتوا، هذا غير صحيح. علاش؟ لان محيط تشري شي حاجه ب 100 درهم تتبيعها ب 150 مثلا ولا 120، هذاك الجزء نتاع الربح راه تطبق عليه القيمه المضافه. اذا راه كاينه زياده اوتوماتيكيا في هذا الاسعار. والسيد المحترم سيف وزير القجاع صرح
اكثر من مره بان الاسئله اللي طرحنا احنا النيت. تقول له ودي بعدا البرلمان راه ما تيحددش حتى الثمن تاع الموضه بعدا والخبز الى اخره. هذه راه داخله في الاطار التنظيمي وراه اللي تنظمها هو السيد رئيس الحكومه مع الحكومه. قال لنا بان لا شيء، احنا ما تنهضروش على الزياده في الاسعار، احنا تنتكلموا على الموضوع الضريبه على القيمه المضافه. اما الاسعار يمكن من هنا 4 شهور، يمكن من هنا 8 شهور، واكيد على ذلك التسجيل موجود، يمكن من 4 شهور، يمكن من هنا 8 شهور يصدر مرسوم لتيراجع هذه الاسعار. نحن نقول في الفريق الحركي على ان اولا ما تيصدق حتى واحد على المواطنين شي حاجه، لان الضرائب ديالنا وبشكل تضامني تتجمع كلها ويعاد التوزيع ديالها، لانه هذا المده هذه شبعنا من جبنا لكم كذا درنا كذا، حنا عطينا 10 المليار هنا عطينا 20 هنا، راه ما تيعطي حتى واحد والو. هادو راه يا ربي الناس يخلصوا هي الضرائب اللي عليهم، ويا ربي يتوزع يعني هذا الشيء اللي تندخلوا بشكل يعني عادل. اليوم تنشوفوا بان ما حدث وما يحدث لحد الان هو كله يمشي في اتجاه المقاوله الكبيره. معروف على ان مخطط المغرب الاخضر حنا تنزهو لوزاره الفلاحه، ونقول لكم حتى بالاسم سياخ نوش حيت كان 15 عام على راس ذاك الوزاره باش ما يبقاو يقولوا لنا اللي ما قلنا. حنا اللي تنقولوا هو ان مخطط المغرب الاخضر توظف اساسا لدعم التصدير والمقاوله الكبيره في الفلاحه كبار الفلاحين، ونقول على ان هذا المخطط حنا ماشي ضد بالعكس، ولكن ما اثرش على الثمن، لانه حتى دير مخطط بحال هذا الغايه منه هو تكون الوفره في الاسواق، هو تكون يعني نكونوا متحكمين في الاسعار. اليوم احنا تنشوفوا البطاطا فين واصله 10 12 درهم مطيشه الى اخره، تكلمنا فعلا والناس تيستغربوا يعني المسؤولين تيقول لك واش غادي ننزلوا لهذه الدرجه، وبان هذا خطاب شعباوي حاشا لله، هذا خطاب الشارع. الشارع تيقول لك اودي حنا ولينا نشريو العظام باش نديروا البنه في الطاجين، العظام راه ب 45 درهم الكيلو. هذا ما حنا بحال شي محامي حنا مكلفين باش نبلغوا يعني يعني هموم المواطن. المواطن تيقول لك حنا تنشريو الخضره، واللي بغى يمشي يشوف تتبع التخليطه ثلاثه مطيشه بطاطا كذا الكيلو، باش الواحد تيصيب باش يقضي في الدار، لان ما تلاش يقضي يعني يشري بواحد الشكل اللي هذا. المواطن دابا راه شفنا مؤخرا هذا الموضوع التشطيبه، تيبقاو في اخر النهار تيجيو تيشريو داك الشيء اللي بقى، حتى في الكرارس ولا دابا السولد ولا التشطيبه في اخر النهار باش هذا. بل كاين مواطنين بحال اللي شفنا كذلك في دول اخرى في الحقيقه، باش اللي تيلجؤوا لهذاك الشيء اللي غير صالح للاستهلاك تيبقاو يقلبوا فيه كيديروا يقطعوا اللي يتقطع الى اخره. الله يرحم ضعفنا. هذا لا يعني بان المغرب تيعيش ازمه الوفره، الوفره موجوده الحمد لله، هذا واقع بالرغم من هذا الشيء الجفاف، ولكن كاين موضوع الغلاء. اذا كاين مواضيع كثيره اللي اليوم ولينا تنعيشوها وباستغراب لا نجد لهذا الدعم. السكن الجميع يعلم على ان الباديه المغربيه ما فيهاش لابارتمون بدا هي اصلا فيها البقعه وما عندهمش البلان الى اخره، ما نبقاوش تنحلموا بزاف. واذا اردت ان تطاع فاطلب المستطاع. دابا هادو واش غتوصل لهم شي 100,000 درهم او 70,000 درهم باستثناء المناطق المتضرره من الزلزال، هذا ما عندنا ما نقولوا. مره اخرى تنشكروا صاحب الجلاله على الاستباقيه، ونشكر كل القوات المدنيه والعسكريه
وزارة الداخلية على ما قامت به، ولاني ما دار والو بالنسبة للسكان اللي هنا 50% ما غتستافدش، و 50% اللي داخل المدن واش تتعرفوا شي دار في الرباط تتباع ب 30 مليون وجديدة؟ ما كايناش. واش في الدار البيضاء كاينة؟ ما كايناش. واش في طنجة كاينة؟ ما كايناش. إذن دابا من بعد ولينا تنسمعوا على أن الحكومة خصصت فقط 9 مليار درهم وغنوليو نتسابقوا شكون الأول اللي غادي يسبق باش يقد يستافد من هذه العملية. حنا كنا تنسمعوا في البداية واجتمعنا مع السيدة المحترمة وزيرة الاقتصاد والمالية على موضوع المقاصة وعلى أن كاين تصور إلى آخره، ما شفناش. حنا شفنا دابا فقط واحد الطريقة غريبة لإخراج بعض المواد من المقاصة مثل الزيادة في الغاز. قال لنا وأنا ما عرفتش بعدي إلا ما كنتوش متفقين قول لي بأنه ما فهمتش. قال لنا السيد وزير الميزانية على أن هذا الموضوع نتاع المقاصة فقط 20% ديال المغاربة اللي تيستافدوا منه، يعني الفقراء، و 80% ما تيستافدوش. أنا عندي سؤال، شحال عندنا بعدد الفقراء في المغرب؟ واش عندنا 20% ولا 80%؟ إما هو غلط في النطق، أما حنا الفقراء عندنا أكثر من 80% في صفوف الشعب المغربي. إلا بغينا نقلبوا حساب يعني الدخل الشهري ماشي كما بغى يكون، حتى الغير قار اليوم تنسمعوا مكافحات وما عرفت شنو لتنظيم الباعة المتجولين والاقتصاد الغير مهيكل. حينما نقر على أن الأمر يتعلق باقتصاد، إذن احنا تنقلبوا على الضريبة وصافي. يعني الغاية من هذا التنظيم هو أن نجمعوا الضرائب. دابا نحن نقول على أننا مفروض علينا جميعا أولا نواكبوا أولادنا اللي ما في حالهمش واللي دار كروسة ولا ما، هذا مش تنشجع الكروسة لا يتفهم كلامي خالق، لا 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 أبدا، لأن هذوك الناس راه تيكشفوا في الشمس وتيتكرفسوا في الشتاء. ولكن ما العمل؟ خصنا نوجدوا الحلول. هذوك الأسواق النموذجية ما هزوش بزاف الناس وما تيكونوش دائما في أماكن معينة إلى آخره. والاقتصاد الغير مهيكل راه ما تيقتصرش على لا يعني على الباعة المتجولين، راه كاين عدد كبير كاين اللي معيش راسه. واش عباد الله غادي نطبقوا الضريبة على القيمة المضافة في قمم الجبال؟ لا يمكن. واش غادي نطبقوا السميد في قمم الجبال؟ لا يمكن. واش غادي نطبقوا واحد العدد؟ أين هي العدالة المجالية؟ من بعد كان واحد الجواب على واحد التعديل وهذا في اللجنة وحتى في الجلسة العامة اللي قدمته الحركة الشعبية على أننا احنا هنايا ما دايرين شاي، لأن تقولوا الضرائب خصها تقطع حسب المردودية والرواج نتاع الجهات، وتقال لنا بأن احنا عندنا ضريبة وطنية. إذا الضمان الاجتماعي وطني قابلين، ولكن النسبة أما إلا كان، وهنا كاين تغليط. أرجوكم تفسير على أن الموضوع نتاع الحد الأدنى للأجور راه ماشي بالشهر، راه ماشي بالشهر، القانون واضح. السميك راه هو على الساعات العمل الفعلية، هادشي راه معظم يعني واحد تيخدم به في العالم كامل. شي واحد اللي تيخدم 30 ساعة في الشهر راه غادي تخلص على قد 30 ساعة في الشهر، وهكذا هادشي راه كيف قانون. ولكن كاين تغليط، تيجي السيد الوزير نتاع هذا التشغيل يعني المقاولة صغيرة وهذا، وتيقول حنا راه طلعنا السميك لكذا، ثم هاد السميك تيهم المقاولة، واش غتقد تبقى هذيك التنافسية إلى آخره؟ خاص زيادة عامة في الأجور ما كايناش. ولائيين هذا غادي يجرنا للضريبة على الدخل، وفيه كان نقاش كذلك. كاين الموضوع نتاع الإصلاح دائما الضريبي، حنا بقينا دابا هذه مدة طويلة وحنا تنتكلموا على الإصلاح ومن الإصلاح نقول على أن يجب أن نصل لاستقرار ضريبي، يعني
القانون التنظيمي وكل القوانين اللي جات في الدولة المغربية كلها تتكلم في نفس الاتجاه. للأسف احنا كل عام تنعدلوا اللي تيذكر دابا في هذه القاعة هذه بالذات كانوا داروا 10% على تاع الضريبة على اللي تيربح أقل من 300 اللي تيدير رقم معاملات أقل من 300 مليون، بعد قالوا 10% على اللي غادي يربح في حدود 30 مليون سنتيم، وبقاو طلع عبط طلع عبط تجينا العام الآخر وحنا نقولوا لهم أودي اللي تيربح حتى 10 المليار سنتيم، أقول 10 المليار سنتيم غنهودوا له الضريبة من 30 ل 20%. يعني أن اللي يربح 10 المليار سنتيم بدل ما يخلص 3 المليار غادي يخلص 2، هذا هو الكلام. وقلنا على أن المقاولة الصغيرة اللي غتربح في حدود 30 مليون سنتيم نطلعوا لها الضريبة من 10 إلى 20، يعني اللي كان تيخلص 3 المليون نتاع الضريبة على 30 مليون ربح ولا غادي يخلص 6، هذاك الفرق هو باش غنمولوا مساكن هذوك كبار المقاولات. حنا جبنا تعديل قلنا ودي إلا بغيتوا ديروا هكذا باش تعموا كل شيء في 20% خص المفروض نشجعوا المقاولة الصغيرة لأن هي اللي تتخلق فرص شغل كثيرة. راه حيت ناخذوا في تركيا في إيطاليا إلى آخره، راه وسامحوا لي 5 دقائق ما نطولش أكثر، ولكن ما كراتش يعني نفكروا جميع في حلول، لأن ما يحدث حاليا راه غير منطقي. ما تنخلقوش فرص الشغل، تنشجعوا على ذوبان المقاولة اللي سالات تمشي تخلص 5000 درهم على كل سنة باش نبرؤهم من الضريبة ويشطبوا على الشركة ديالهم إلى آخره. نحن نقول على أن المهم في هذا الشيء كله هو خلق فرص الشغل. هذاك الشيء نتاع صناديق التقاعد كاين خلل كبير، العام الأول سمعنا خطب كبيرة عليه ولكن للأسف ما باقي هضرناش كاع عليه، بحالو بحال النموذج التنموي الجديد لا أثر له حتى في الخطاب كاع. هو استسميح الأخ المسؤول على هذا الموضوع حتى في الخطاب ديالو هو براسو لا أثر للنموذج التنموي الجديد. إذا هذا صناديق التقاعد تعيش يعني جلها واحد المأساة، ما تنصيبوش اعتمادات مسجلة في الميزانية بواحد المبلغ معين على مدى مثلا 10 سنين للخروج من هذه الأزمة. نفس الشيء إلى مشيتوا المشهد السمعي البصري تنصيبوا ما بين دوزام وميدي أن تي في عجز كبير، لأن الإمكانيات اللي عندهم قليلة وكاين اللي تيدعمهم هكذا وهكذا، ما كاينش لا أثر لشي دعم خاص باش نتغلبوا على هذا العجز. الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة كانت تاخذ واحد 13 مليار في واحد لا غيبغيك في عهد السي الخلفي، نزلات 4.5 المليار ما باقيش تعدلات. ما يمكنش حنا تنضلوا نغوتوا كاملين تنقولوا بأن هذا المشهد غير مرضي مخزي، هاد لي سيتكم ما صالحينش، رمضان راه تندوخو في المغرب ما عرفت شنو، ولكن هادشي راه تيطلب الفلوس، هادشي ما كاين حتى دعم، والمشكل الإشهار لا زال مطروح. التضخم وما أدراك ما التضخم، دابا المغاربة مساكن طبعوا مع الغلاء صافي وردخوا للواقع، ما بقاوش ولا تيقول لك أودي غير فكونا شوفوا شي حاجة باش نديروا شوية نتاع المداخيل. الحكومة السيد رئيس الحكومة مطالب بقوة القانون الإطار للتربية والتكوين بعقد واحد الاجتماع دوري نتاع اللجنة، لو كان هذيك اللجنة كانت تجتمع بشكل دوري لو كان هذه المشاكل اللي طرحات نتاع التعليم، وحنا عندنا شي اقتراح في هذا الباب ما تطرحش. دابا تنزيل القانون الإطار كان خصو يدار في 3 سنين ما دارش، حنا جبنا واحد المقترح قانون قلنا ودي نزيد واحد العامين، ما تقبل ما هضر معنا حد على هذاك المقترح، اذا بقى بحال ما كاينش ودازت 5 سنين. المفروض
من بعد 3 سنين تدخل التعليم الأولي مع التعليم الأساسي. كان من بعد 3 سنين بالضبط يجيو وينزلوا هذاك التعليم الأولي ولو أنه مهم. ما نزلش، بقى العنوان تاع الوزارة التربية الوطنية. التربية الوطنية راه تشمل كل الأسلاك نتاع التعليم ما فيها العالي. واش دابا التعليم العالي تابع التربية الوطنية؟ طبعا لا. إذا كاين خلل، لدرجة أن بعض الجرائد الإلكترونية والورقية كذلك شريفة تقول، بدات تتكلم على تعديل في الهندسة نتاع الحكومة، ماشي غير تعديل في أشخاص. كاين أشخاص في المستوى الرفيع، نقر بذلك ونعتز بذلك، والحكومة عينها صاحب الجلالة الله ينصره ويطول عمره وعطاها الثقة، ولا باقي شي واحد يبقى يخربق بيننا وبينهم يقول وما تنخافوش منهم، ويقول بأننا راه تنهاجموهم أو لا تنجبدوا الأعراض أو لا. هذه مسائل غير واردة، ما عمرها ما كاينة. حنا تنلعبوا الدور ديالنا، وحنا في دورنا كمعارضة وبشرأة الناس باستثناء ما نعيشه وانتم شاهدين على ذلك في الاجتماعات اللجان وفي يعني في الجلسات العامة. أصبحت الأغلبية هي التي تمثل الحكومة، تجيب في محل الحكومة. أصبحت الأغلبية بقدرة قدير إما ما عارفينش الدور، احنا تنعرفوا شي وحدين فيهم ممتازين، يعني ما كاين ما يتقال، ولكن كاين شي وحدين راه ما فاهمينش الدور ديالهم. تيقول لك نحن نمثل الحكومة، نساند الحكومة، احنا هنا مع الحكومة. يا ودي انت عندك تعاقد مع الحكومة في إطار الأغلبية باش تصوت معها، ولكن بعد بلغ الصوت نتاع المواطن، دافع له على مصلحته ولها مدبر الحكيم. اما ان تقول انا معها ظلمة او مظلومة، شنو هذا؟ اذا هذاك 5 مليون نتاع الاصوات اللي ما غنقول لا تنتبجحوا فيها وما غنشككش فيها، هي راه كاينه. باش نكونوا واضحين كذلك، الحركه الشعبيه لم ولن تشكك في نتائج الانتخابات اللي 8 سبتمبر، ولكن نقول على ان هاد الاصوات راه غتمشي الى بقينا زايدين هكذا، غتمشي لانه اللي امنك ودارك في عنقك هذيك الامانه باش تدافع على مصلحته في حدود ما يمليه القانون. حنا قلنا 100 مره اودي راه حنا معاكم، خصنا نكافحوا التهريب الضريبي. ياك سمعتوها دائما تنضل تنقول اودي خصنا هذوك اللي تيزوروا الفاتورات يتحكموا، خص كذا. مشينا بعيد، قلنا كاع نديروا الفاتوره الالكترونيه، لانه الا دازت في السيرفر ما بقى لا ما تزور ولا ما تلعب لا والو. اذا الاشكال الكبير هو ان هاد الناس تينوضوا وتيقول اودي احنا مع الحكومه، والتعديل اللي جابت او الاجراء اللي جابت راه نكونوا معاه، وهذا راه تيتلف المعنى والمفهوم ديال الدستور وديال يعني الاعراف والقوانين اللي جاري بها العمل بخصوص يعني لو بروغرام دومبلوا. صريح يعني وتقديم الميزانيه كان الحديث على 20,000 فرصه عمل، والغايه هو طبعا تسويه الوضعيه نتاع النساء ورجال التعليم. الماده 22 جابت تفسير اخر، سرعان ما الارقام بقات تتبدل في هذاك الجدول نتاع التوظيفات. حنا جبنا واحد التعديل ما فادوه الابقاء على 20,000 فرصه عمل، بل ابعد تنقولوا لابد ان نسجل 18,144 فرصه نتاع العمل المتعلقه بمربيات دور الحضانه. واحد الاخت سمح الله تتقول كما يحلو لك القول كذا، وانت اش غادي يحلو؟ راه نبقاو لنا 20 عام غنبقاو نعودوها. السيد رئيس الحكومه التزم بخلق حضانات، وهنا انا تنبعث رساله لمن يهمه الامر، تنقول له ودي راه ما تديرش الفرق ما بين الحضانه وما بين يعني روض الاطفال، راه كاين الفرق من السماء للارض. السيد رئيس الحكومه قال بان الادارات العموميه والشبه العموميه وكل شيء بحال الدول الاخرى
السيده حتى توضع تاخذ التربيه ديالها من بعد واحد اربع شهور او خمس شهور فاش تبغي تمشي للخدمه ديالها تدخل داخل المستشفى داخل المحكمه داخل اي اداره عموميه تتصيب واحد الجناح مخصص للحضانه وفيه هذوك الانسات والسيدات اللي تيسهروا على الحضانه التكوين ديالهم راه كبير وصعيب والتكوين ديالهم راه المفروض يكون على الاقل خمس سنين من بعد الباك الا بغينا نجيبوا النيت ومن بعد هذوك المربيات نتاع رياض الاطفال كذلك خص يكون عندهم واحد التكوين متين باش من حيت يدخلوا للتعليم الابتدائي تيكونوا يعني قابطين الطريق ديالهم والحمد لله الامور ديالهم كلها مشيه مزيان. دابا المهم هو ان الجوانب المتعلقه يعني بالقضاء على ظاهره الفقر وعلى دعم العائلات يعني اللي تتعيش يعني الهشاشه ما كايناش، مليون فرصه عمل ما كايناش، مليون اسره اللي كان الحديث عليها بالنسبه للخروج من الهشاشه والدخول لهذا ما كايناش. المشكل نتاع هاد الناس اللي تيضيعوا فرص الشغل بعدا اللي كانوا في كوفيد وضاعوا لنا بزاف كوفيد ما قديناش نخلفوه وضاعوا لنا المقاولات كذلك بزاف وما قديناش نخلفوهم. سمعنا يعني جمل مؤثرة، المواطن ما كاينش الفرق بيناتهم كلشي خصو ياخذ الصف ويخلص الضريبة، ياك سمعتوها في تصريح السيد رئيس الحكومة المحترم وقالها بنية حسنة. ولكن دابا اللي تنشوفو في قانون المالية هو أن كاع اللي غش في الضريبة غادي يجمع داك الفلوس ديالو، كاع اللي غشي في الضريبة ما نهدروش على شي لاخر، يخرجهم من المخدة يخرجهم ما عرفت فين ويديهم دابا يحطهم في البنكة يخلص فقط 5% وعفى الله عن ما سلف. ودابا خصنا نتفقوا إما كلشي غادي يشد الصف ويخلص الضريبة وإما عفى الله عن ما سلف. دابا حنا قلنا فقط هادوك بدل 5% يخلصوا 7.5 على اعتبار أنه اللي دا فلوس تاع الضريبة راه كله مربح خصو يخلص عليهم 20 أو 30%. دابا سيدي خلصوا 7.5% رفض التعديل. حنا تنثقوا في الدولة المغربية راه شافت ما جاءت به الحكومة، نتمنى على أن هذه الإجراءات غتوضح حد لهذا يعني السيولة الغير مصرح بها واللي ناتجة على يعني أفعال راه في دول أخرى راه اللي يغش في الضريبة تيمشي للحبس في الدول العظمى ماشي غير. إذن إذا كان هذا الشيء غادي يطوي واحد الصفحة ولكن ماشي أول مرة. قلنا ودي اللي باع شي دار في الخارج في 21 باش كانت ذاك الإمكانية دابا إلا شرع وثاني دار يخلص عليها أكثر من هذاك النسبة اللي يعني غادي يجي ويخلص عليها. وللإشارة نحن نطبع مع الغش وتنقول ودي بغينا نحاربوا الرشوة، مع الأسف نطبع مع الغش. لماذا؟ لأنهم حتى تقول أودي كاع اللي غش يجي وغنسامح له ويخلص شي بركة، معناه أنه لا أمل بالنسبة ل يعني ل ل ل لهذا الشيء اللي غادي يمكن يكون يعني في المستقبل القريب. اللهم شي رجاء كبيرة. مرة أخرى تنشكركم. غنختم بواحد جوج النقيطات. جبنا إجراء على لأنه كاين غلاء وهي تنهضروا على المحروقات تتشعل العافية. حنا قلنا ودي عندنا واحد الإجراء ما غادي يضر حتى واحد، هو ضريبة على القيمة المضافة. ضريبة على القيمة المضافة محيت يكون الثمن طالع بحال دابا نهودوا هذيك الضريبة على القيمة المضافة في نسبة مئوية صغيرة قليلة، هذا إذا كان الثمن طالع. إلى الثمن هود الضريبة على القيمة المضافة نعليوها، المواطن ما غادي يتضررش لأن الثمن هابط مزيان، ما كاين باس إلا خلصي ضريبة على القيمة المضافة عالية. ولكن فاش يكون الثمن
عالي ما غنزيدوش الخل على الخميره، يعني ان الثمن عالي اصلا وغادي نزيدوا عليه المقاول الذاتي اينما تنغوتوا. قانون ممتاز ولكن مع الاسف انتم ما شفتوا شنو وقع، مشاو تيقلبوا مثلا انا نخدم مثال يعني معروف مقاول ذاتي واحد يعني الواحد اللي غادي يوصل 80,000 درهم مع نفس الزبون دوزوه من 1% ل 30%. هو دابا بطرنا واحد الرجل من القانون ديال المقاول الذاتي. دابا الا بغيتي تكافح الغش كاين وسائل، ولكن الا بغيتو نشجعوا الناس باش يربيو الريش راه الدول حنا بعدا ما اخترعناش المقاول الذاتي، راه اخترعوه دول اخرى. هما اش داروا؟ تيقول لك المقاول هو الشخص اللي عنده اكثر من جوج تاع الزبناء باش ما يكونش اجير ويرجعوه مقاول ذاتي. حنا عشنا دابا واحد التجربه خايبه ونختم بها، هي التعليم العالي. اليوم في التعليم العالي كاين اشكال حقيقي اللي تيهم الاساتذه. تنشجعوا الجامعات، تنشجعوا احداث جامعات خاصه باش نتغلبوا على النقص اللي كاين مثلا في الاطباء وغيرهم من التكوينات ولكن ما عندناش الاساتذه اللي غادي يقريو التعليم العالي. تنجيو تنقولوا لهم اودي انتم كاساتذه تتخدموا مع العمومي ما عندكمش الحق تمشيو للعالي. انا ما عندي عالي زعما غير تنتكلم على هادشي، وهادو اللي تيقراو في العالي الخصوصي راه ولاد الشعب كذلك بغينا ولا كرهنا. دابا زياده في الضريبه من 17 ل 30% على هذوك الاساتذه شنو دارت؟ الاستاذ اللي تيجينا مثلا من وجده ولا غادي يجي من شي مدينه، اللي غادي يجي لفاس، اللي غادي يجي الرباط، اللي غادي يجي للدار البيضاء، اللي غادي يجي لمراكش، اللي فيهم هذه الجامعات الخاصه، 30% الضريبه زائد السياره بشحال غادي تقام عليه هذاك الشيء والمازوط وهلم جرى، ربما والماكله ديالو ربما يبات، غتمشي له 50% ولا. والناس تيقول لك لا انا غنخلص 50% الدخل بناقص. نحن نقول على ان على الاقل في واحد الفتره انتقاليه دو واحد الخمس سنين هاد الناس ما تيخدموش ساعات كثيره في التعليم العمومي. الاسبقيه للتعليم العمومي في البرمجه نتاع الاوقات اللي خصهم يقريو فيها، ومن بعد خصهم يسهلوا على هاد الاساتذه، الله يسهل علينا جميعا باش يمشيو يقريو وليدات يعني الناس اللي بغاو يلجؤوا للعمومي. دابا راه لا الخصوصي دابا هاد يعني المشكل مطروح بقوه. الاتاي السكر هذاك الشيء راه بقاو تعطاه شي تفسيرات انا عيت ما تنسمع ما بغاتش تفهم ليا. هو محيط تنقراو هذاك الموضوع نتاع اتاي الى هودات البواطه وجا ديريكتومون من الدوله اللي تنستوردو منها راه تمام غادي يطلع. دابا الاسعار الا بغينا نتغلبوا عليها حضره السيدات والساده الله ما سخيت في الحديث معاكم، شي الا بغاو يقضيو على مطيشه وبطاطا وهداك الشيء تهبط شويه، نحددوا هذاك الهامش اللي تيكون في اسواق الجمله نهودوه من 7% لواحد او 2%، لان في الواقع سوق الجمله لا يكلف اكثر من 1% على بعد تقدير. صحيح الجماعات محتاجه المداخل، ايوا ناخذهم من لا تي في ونعطيوهم ندعموهم بداك المبلغ اللي تيضيع، ونحاربوا هذوك اللي تيتساراو بلي بيك اب. علاش؟ لانه الا دخل كل شيء لسوق الجمله وغادي تدير داك التوازن ما بين العرض والطلب وغتمشي الامور مزيان، هذا اجراء واحد يمكن له يخفض الثمن. لان المشكل شنو هو؟ دابا باش ما شرا الواحد تيزيد واحد النسبه، يعني حتى داك 7% اللي تيخلص الخضار راه تيزيد عليها الربح ديالو، ناهيك على المضاربين اللي دابا عندهم التليفونات تيقول له شحال دايره البصله فاس فيك، تيقول له كذا كذا، تيهزها من الحجب يديها لاس فيك، وهذا الشيء تا هو خلق واحد
مضاربه كبيره. مره اخرى نشكركم على حسن الانصات، وانا راه الاشاره للاجابه على كل الاسئله اللي تتهمكم. طبعا في المواضيع اللي قلنا راه كاين قانون الماليه واخذنا الوقت بزاف، انا استحيت نتكلم على الجانب الاجتماعي، غادي يكون بدون شك في الاسئله. الجانب التشريعي وهذا الشيء اللي وجدنا كذلك غادي يجي في الاسئله. الجانب المتعلق بالحركه الشعبيه على راسي وعيني والاشاره السيد الامين العام يمكن يلحق علينا هنايا في اول ما يسالي واحد الاجتماع اللي كان مبرمج واللي ما قدش يغير ما بين البارح واليوم. وضعنا بين يديكم واحد لاكلي يو اس بي فيها هذا الكم هذا، واللي تيهم النشاط نتاع الفريق خلال هذه الفتره الممتده. قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك في قناه العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركه الفيديو والضغط على زر الاعجاب.